السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم أدوات مطبخية مثيرة نحتاجها في كل منزل. بالقليل من النظام وبعض التفاصيل الذكية يمكن أن تكون مهامك في المطبخ شديدة السهولة وبعيدة تماما عن التعقيد. وهذه الفكرة التي يعمل عليها المئات من صناع الأدوات المنزلية حول العالم، والذين يحرصون على تصميم وتصنيع أدوات للمنزل وللمطبخ بشكل خاص تهتم بأن تجعل التفاصيل الدقيقة أكثر سهولة. لذلك سنقدم لكم اليوم بعضا من هذه الأدوات. صانع الوافل من هوم. الوافل هو وجبة صحية ولذيذة ويفضلها الصغار كثيرا على مائدة الإفطار، وأيضا من الأكلات الشعبية في أمريكا، وأشهر أنواع الوافل تصنع في بلجيكا. لذلك سأعرض عليكم صانع الوافل من هوم، وهي صينية قابلة للإزالة من أجل سهولة التنظيف. المميزات: هيكل مصقول من الستانلس ستيل، صانع وافل دوار يمكن تخزينه أفقيا أو رأسيا، صفائحها مكونة من مواد مضادة للالتصاق لضمان سهولة التنظيف، وتتميز بسهولة الاستخدام، ولا داعي للقلق بشأن الالتصاق بعد اليوم، فصانع الوافل منهم مضاد للالتصاق بشرط دهن الصينية قبل الاستعمال. سريعة تحضير: ملمس بارد من خارج الجهاز للأمان. طريقة الاستخدام: قم بتوصيل صانع الوافل بالكهرباء، ثم ضع خليط الوافل عليها، وقم بالتوزيع جيدا بأداة مقاومة للحرارة، وبعد الانتهاء من توزيع الخليط ضع الغطاء على الصينية واترك الخليط حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا أو بنيا. ميزان مطبخ ديجيتال. لتحديد المقادير اللازمة لعمل أكلات معينة تحتاج لضبط المقادير. علاوة على ذلك، معظم موازين المطبخ للاستخدام المنزلي تكون موازينا رقمية، وينصح باستخدامها لأنها أكثر دقة من الموازين العادية. لذلك أتينا لكم اليوم بميزان المطبخ الديجيتال الذي يقوم بضبط المقادير ومعاييرها. المميزات: ضروري جدا للمنزل والمطبخ بشكل خاص، يمكنك من تحديد سعراتك الحرارية والحفاظ على جسمك من الترهل. يستخدم لوزن الخضروات والفواكه. طريقة الاستخدام: عندما تريد وزن أي شيء خاص بالمنزل أو المطبخ، قم بوضعه على جزء دائري على الميزان، ويقوم الميزان بعرض وزن الخضروات أو الطعام على شاشة عرض الوزن. يمكنك أن تخسر وزنك باستخدام ميزان المطبخ عن طريق معادلة بسيطة: أن تأكل سعرات حرارية أقل مما يستهلك جسدك، وبالتالي يعوض جسدك هذا العجز في الطاقة عن طريق دهون الجسم. أرياتا درينك. خلاط للفواكه مع زمزمية صغيرة وكبيرة. المميزات: عدم تسرب السائل نظرا للغطاء المحكم. السكين وصنع من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ. غطاء محكم للاستمتاع بتناول العصير خارج المنزل. الطاقة الخاصة بالخلاط 300 واط. علاوة على ذلك، سعة الخلاط 0.6 لتر. يمكنك القيام بوظيفة الخفق بضغطة واحدة. أسوانة الخفق مزودة بفوهة وغطاء محكم للاستمتاع بتناول العصير خارج المنزل. رشاش قابل للضبط. المميزات: لضبط درجة تدفق المياه عبر 8 فتحات به لتمكن من التحكم في مساحة الري، ومصنوع من مادة البولي صديقة للبيئة. طريقة الاستخدام: يمكنك استخدامه عن طريق وضعه في خرطوم الري الرئيسي لكي يتم توزيع رذاذ المياه بالتساوي في محيط 360 درجة.
Next, insert the new blue filter screen of the HeVan nozzle. Then, thread the HeVan onto the stem, turning it clockwise until it is just hand tight. To set the left edge of your spray pattern, look for the L notch on the top of the nozzle. Grab the stem firmly and turn it into ديلانجي EC9 محضرة القهوة. من منا لا يرغب في احتساء فنجان من القهوة أثناء الصباح؟ لابد أنهم قلة من لا يحبون القهوة، فهم يعتبرونها عاملاً يساعدهم على النشاط ويبث فيهم القوة والحماس، ومنهم من يعتبرها رمزاً وتقليداً لا يمكن الاستغناء عنه. لذلك سنقدم لكم محضرة القهوة، فهي مفيدة لعشاق القهوة. يمكنك الآن صنع قهوة كما لو أنها صنعت في المقهى. المميزات: آلة صغيرة توضع في المطبخ، وزنها 2.5 كيلوغرام، مما يسهل عملية نقلها من مكان لآخر. آلة صنع القهوة تتميز بنظام فاريو الذي يوفر لك إمكانية الاختيار بين النكهة الغنية إلى الخفيفة. هذه الميزة توفر لك السيطرة بالكامل على طعم المشروب الخاص بك. تستطيع أن تصنع القهوة بشكل ممتاز. يمتلك جهاز سعة 4 أكواب من القهوة في كل مرة. تحتوي الآلة على غطاء حماية الذي يمنع التسرب عند فتح الآلة بالخطأ. تحتاج للاهتمام والنظافة بعد إعداد القهوة حتى لا تسبب الانسداد، وتحتاج لإغلاقها مباشرة بعد صنع القهوة حتى لا يبقى الخزان والوصلات ساخنا لفترة طويلة فتتلف. ماكينة صنع اللبن من زهران. نشأ اللبن في أوروبا الشرقية، ويأكل الناس اللبن في جميع أنحاء العالم يومياً. وبالإضافة إلى مذاقه الجيد، فإن اللبن له قوة علاجية عديدة وفوائد صحية مذهلة، ويحتوي على العناصر الغذائية الصحية، وهو مصدر غني للكالسيوم، ويحسن امتصاص الجسم للكالسيوم. عملنا حليب جهينة. لذا أتينا لكم اليوم بماكينة صنع اللبن التي تمكنكم من عمل اللبن بطريقة صحية ومضمونة وموفرة. المميزات: تتميز الماكينة بوجود مؤشر ضوئي عند الاستخدام، كما تحتوي الماكينة على مساحة عملية لتخزين السلك، سهلة الاستخدام واقتصادية في استهلاك الكهرباء، فلا داعي للانزعاج من فاتورة الكهرباء. مقلاة هوائية دون زيت. البطاطا المقلية هي من أكثر الوجبات المحببة إلى الكبار والصغار، ولكنها من الأكلات غير الصحية والمشبعة بالزيت، مما يجعلها تتسبب في أمراض كثيرة كأمراض القلب وتصلب الشرايين والسمنة والسكري. واختراع هذه المقلاة يجعلك تستغني عن الزيت تماماً للحصول على طعام صحي خالي من الكوليسترول. ومن هنا جاءت فكرة المقلاة الهوائية دون زيت.
المميزات: مقلاة متعددة الاستخدامات، تستخدم بلا زيت وغير لاصقة، وتحتوي على ذراع تقليب تلقائي، تحتوي أيضا على صينية مستديرة وشواية، وتبلغ سعتها 1.5 كيلوغرام، فهي تناسب أسرة مكونة من 4 أفراد. ولتنظيف أسهل وأسرع، يمكن إزالة الوعاء الداخلي ومزودة بنافذة عرض، مما يمكنك من متابعة تسوية الطعام دون تسريب لأي حرارة. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.